آخر ملوك العرب في أندلس وأشهرهم على الإطلاق أي معتمد ابن عباد. هو ملك إشبيلية وقرطبة أثناء فترة ملوك الطوائف، وأقوى ملوك الطوائف نفوذا. اهتم بالشعر وبرز في عهده شعراء كتير زي ابن زيدون. تحالف مع ملك قشتاية عشان يسقط مدينة طليطيع، ولكن لما ملك قشتاية أو ملك الأسبان سيطر على طليطيع توجه ناحيته وحاصره في إشبيلية، فتحالف مع يوسف ابن تشفين ملك المرابطين في المغرب، وشارك معاه في معركة الزياقة اللي استطاعوا فيها ان هم يهزموا ملك قشتاية هزيمة ساحقة. ولكن بعد تحالفه مع يوسف ابن تشفين ورجوع ملك قشتاية، تحالف مع ملك قشتاية مرة اخرى ضد يوسف ابن تشفين، فأرسل يوسف ابن تشفين جيشه وحاصر إشبيلية وعزل المعتمد ابن عباد، وأخذوا إلى المغرب، وعاش في آخر حياته حياة ضنك هو وزوجته اعتماد، ومات فقير بعد حياة القصور في مدينة أغمات المغربية. ده كان المعتمد ابن عباد، آخر ملوك العرب في أندلس باختصار. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وفادتكم، وسلام.